التحديات العابرة للحدود بما في ذلك الجوائح والتهديدات الرقمية، فالحلول المتعددة الأطراف تلعب دور مهم، وهذا يتطلب ليس فقط نشاط الدول إنما المجتمعات الدولية والقطاع الخاص والفاعلين غير الحكوميين. وبينما المفاوضات من أجل الميثاق من أجل المستقبل تستمر هنا في نيويورك، أنا أشجع جميع دول الأعضاء أن تفكر جديا كيف نستطيع أن نبني على تعدد الأطراف. في ذلك أمل للناس والحكومة الناميبية بأن هذا الميثاق الجديد سوف يضع الأسس من أجل ضمان التمثيل العادل مستقبلا بما في ذلك عكس الحقائق والوقائع الدولية والعالمية. نتطلع أن نرى نتيجة أيضا فيما يخص إصلاح مجلس الأمن من أجل أن نتوصل إلى حلول سريعة للصراعات والأزمات إن كانت بيئية أو صراعات بين الدول. الرقمنة العالم توفر أيضا إمكانيات للحلول، وعن طريق الميثاق من أجل المستقبل أشجع الأمم المتحدة للاستفادة من التكنولوجيات الجديدة وجعل الأمم المتحدة أكثر شفافية والحل الأسرع للتحديات. أنا أتطلع لهذه القمة وأن أسافر إلى نيويورك حيث هذه القمة سوف توفر منصة لأفكار جديدة وجريئة والتزامات تؤكد وتقوي الأمم المتحدة وتجعل تعددية الأطراف جديدة وقادرة على إجابة للتحديات الجديدة من أجل حل الصراعات والقضايا. في الختام أود أن أقول دعونا نكون صريحين ونقول بوضوح مستقبل الأمم المتحدة في أيدينا. الأمر متروك لنا أن نفعل وأن نعمل من أجل أن تكون جميع مؤسسات الأمم المتحدة لتسعى إلى العدالة والسلم في العالم. هذا ما يحتاج إليه عالمنا. شكرا جزيلا لكم.